بالأرقام والإحصائيات تجد الفقر يتمدد داخل المجتمع العراقي، وما زاد الحال فقراً ارتفاع الأسعار في الأسواق حتى وصلت إلى مديات خطيرة تنذر بكارثة اقتصادية كبيرة. من مصلحة من أن ترتفع الأسعار؟ ولأجل من تنخفض قيمة الدينار؟ والآبار تتدفق نفطاً، وأسعار الذهب الأسود تقارب $80 وأكثر. في السابق وقبل سنوات سمعنا أصواتاً تعالت تنادي بحماية المنتوج المحلي عبر غلق الحدود أمام تدفق السلع والبضائع، وقيل لا نريد أن نغرق الأسواق المحلية بالمواد الأجنبية وحماية المستهلك وتقنين احتياجاته وفقاً لخطط اقتصادية. لكن ماذا حصل؟ لا منتوج وطنياً دعم ولا مستهلكاً كان بمنأى عن لهيب الأسعار، وأصبحنا مثل العرابي الذي لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن.